انا اختي سنه كبيره لاباس لاباس الحمد لله الله يبارك فيك كل شيء بخير الحمد لله بارك الله فيك فاتحه اختي عندي اقتراحات بطاقه ساهلين بزاف وعندي واحد الخبيزات بالسميده كنصاوبهم من بنياتي في الدار ما بغيتش نحرم منهم مستمعين واخا فاتحه الا سمحتي حنا ناخذ هاد الاقتراحات ولكن غير تفرج ولا نقسم منه واخا باش نسمعوك مزيان واخا تفضلي ايه يلا عندي الخبيزات بالسميده وكاسير غناخذ 500 غرام سميده ايه ونزيدو لها معلقة الخميرة وخميرة ونص كاس زيت ومعلقة زبدة ومليحة 500 غرام قلتي لنا ديال السميدة رقيقة رقيقة ومعلقة صغيرة ديال الخميرة المعجونة معلقة كبيرة لأن دابا الحل بارد الجو بارد وخميرة ايه الحلوة ونص كاس زيت ومعلقة الزبدة زبدة ومليحة وشوية الملح كنخدموا هادشي بشويه ديال الماء سخون كنجمعوا السميده مزيان كنبقاو نزيدوا ليها الماء باش ترخف هي كتشرب وحنا كنزيدوا الماء ونقلكوا حتى ترخف مزيان كنديروها شويه مرخوفه ايه واخا وكنخليو كنحكوا 100 غرام ديال الفرماج احمر و100 غرام كاشير محكوك ايه و60 غرام الزيتون كحل مقطع ايه وكنبداو ندخلوا فيه في هذيك العجينه بيدينا هكا كنقلكوا كندخلوا فيه صافي وكناخذوها كنخليوها ترتاح شويه وكنقرصوها كويرات كنرتبوهم في اللاطه وكنرش عليهم شويه دنجلان ولا السانج وكندخلهم الفران الله يعطيك الصحه هادو خبيزه ساهلين وزوينين كيجيو فنين الكوتي مخيرين